عموما لسه في كلام مهم جدا، ولكن خلصنا فقره حائط صد، نخش على فقره بالعقل. الحقيقه واحنا متعودين عليها، او واحد احنا متعودين عليه عمره ما بيتكلم بالعقل، مع انه المفروض واحد من كباتن النادي بتاعه، ولكن ناس بتطلع تعمل لايف يتكلم فيه مع الجماهير لمدة ساعتين مثلا، ساعة وخمسة وخمسين دقيقة بيتكلم عن النادي الأهلي وخمس دقائق عن النادي بتاعه. طب إيه اللي قاله؟ طلع واحد وقال لك إيه؟ ما هو ده من ضمن الأمور الغريبة برضو. يعني قال لك بطولة الدوري الإفريقي الجديدة بطولة ودية. لا، مش بطولة ودية، دي أقل من الودية كمان. وقال إيه؟ قال إن البطولة دي هتبوظ الدوري المصري. طيب بالعقل، بطولة برعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم، وبينظمها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وبيختار فيها صفوة الأندية، صفوة الأندية الإفريقية وفقا للتصنيف، مش وفقا لكلام إسلام ولا الأهلاوية، لا وفقا للتصنيف. فده الكلام اللي يترد عليه بالعقل. إذا هي بطولة رسمية ذات صفة دولية برعاية الفيفا والكاف. وكمان لو عايزين نقول اتحاد كرة القدم المصري هنقول، لأنه الاتحاد المصري لكرة القدم تحت مظلة الفيفا والكاف وملتزم التزام كامل بيها. تقول عليها بطولة ودية عشان تسخن اتحاد كرة القدم؟ كلام غريب جدا وبعيد عن العقل والمنطق. بس احنا يعني دايما متعودين مثل هذه مثل هذه الكلمات تخرج من مثل هذه الافواه والعقليات. فمثلا تلاقي ان النادي، لو النادي بتاعك او اللي هو بيمثله بيلعب في البطوله الكونفدراليه، يقول لك البطوله الكونفدراليه اقوى من اي حاجه. اللي بيلعب في البطولة العربية يقول لك البطولة العربية أقوى من الدوري وأقوى من كل حاجة. لما يكون ناديك بره البطولة الإفريقية تطلع تقول أصل الدوري أهم مليون مرة. لما تخسر الدوري تقول أصل الحلال والحرام، أصل التحكيم، أصل الكلام بقى معرض لإن احنا كل شوية بنقوله، كلام مكرر ومعاد ومكشوف، ما بقاش ليه زباين. الزباين بتوعك معروفين. أنا بتكلم بمنتهى العقل، لأنه الحقيقة أي حد أو الناس دي تحديدا بتقول أي كلام بعيدا عن العقل. والله العظيم يقعد يقول لك كلام لا يصح أن يقال، اتكلم من الناحية الفنية. وخلي بالكم أنا عملت الفقرة دي تحديدا لا بالعقل، علشان أنا عارف لناس معينة، هم ثلاثة أربعة اللي هنتكلم عنهم طول السنه. عارفين ليه؟ لان هم دول اللي بيطلعوا دايما بيقولوا، اقول لك هيعمل ايه الاسبوع الجاي والاسبوع اللي بعده، لما يلاقي نفسه الدنيا شويه ساكته وبتاع يقول لك لا اطلع ام جاي اضرب في الدوري الافريقي، بكره اضرب في الدوري المصري بعده، وهكذا. ف ما حدش ياخد باله من مثل هذا الكلام، اوعوا تفكروا في مثل هذا الكلام. هو في بطوله وديه بتبقى مكاسبها 2 مليون ونص دولار أو أكتر، 2 مليون 800 تيالي. ما تشغلوش بالكم بمثل هذه الأمور، خلينا احنا نرد ونرد واحدة واحدة. أو دايما لما حد يجي يتكلم معاكم من بعض من لا يشجع النادي الأهلي يرد عليهم بالعقل، قول له كده، قول له حاجة تحت إشراف الفيفا والكاف عمرها ما تبقى ودية. أنا آسف، يعني بتبقى الأمور دي لازم تبقى بطولات رسمية.